بداية أود التوجه بالشكر للموقع الإخباري مراكش الآن اللي كيتواجد معنا اللحظة على مستوى مقر المنطقة الإقليمية. صلاة التغطية ديال هاد العملية وهاد الحملة ديال التبرع بالدم اللي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني بتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني وتحت الإشراف القيادة الولائية والقيادة المحلية لمنطقة أمن قلعة السرانة. وكما كتشاهدوا التقاطع مجموعة من الموظفين بمختلف التشكيلات مختلف الرتب اللي كينتميو لهذه المنطقة هذه بالقوة واحد الارتياح اثناء التبليغ ديالهم بهذه المهمة هذه. يعني كاين مشاركة كبيرة ديال جميع الموظفين للمساهمة في الزيادة وسدد النقص الحاصل في هذه المادة الحيوية واللي كتمثل في المادة الحيوية مهمة في الحياة اللي هي الدم. دائما تحت الشعار بقوا في بيوتكم وبقوا في ديوركم، احنا غنتبرعوا بالدم وامنكم وسلامتكم مسؤوليتنا. اذا دائما كنبقاو حنا جنود مجندين وراء الملك محمد السادس الله ينصره في اطار المساهمه في هذا الوقت اللي هو الحساس كيشهد فيه العالم باسره الانتشار ديال هذا الوباء الفتاك والقاتل اللي هو الكورونا كوفيد 19. اذا مساهمة ديال الموظفين ديال المديرية العامة للأمن الوطني كذلك غتكون مساهمة جيدة. إذا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة نصره الله، وشكرا للموقع الإخباري.